عشاق كرة القدم في كل مكان من داخل الغرف المغلقة. الحقيقة معانا بقى المعد البدني القوي قوي كابتن محمد عبد الودود، المعد البدني هنا بنادي الصباح هنا في ليبيا. ان شاء الله نشوفه بقى في اعلى المراتب، واحد من النجوم المميزين كان تعرض لإصابة منذ 3 سنين وعاوز معد بدني.